سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسلتهم البأساء
يسألونك ماذا ينفقون قل ما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل المسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يعتذر منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من
حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الله بالله في
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم واتقوا الله واعلموا